السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ رياض بدر. راح نشوف في المحاضرة هذه أساسيات استخدام الخامات اللي تابعة للأرنولد. الأرنولد بيستخدم حاجة اسمها فيزيكال بيس ريندر. الخامات اللي بتشتغل على الفيزيكال بيس ريندر راح تتفاعل معي بالشكل التالي. لو كان عندي الجسم تبعي هذا كله، هذا اللون الغامق هو السطح تبع الجسم، راح تنزل الفوتونات أو الضوء تبعي على الجسم. جزء من الفوتونات هذه راح ينعكس مباشرة ويعمل لي انعكاس أو اللمعة تبعت الجسم تبعي. جزء منها راح ينزل تحت السطح تبع الجسم تبعي، يتفاعل مع سطح الجسم تبعي، هي بتفاعل هان تحت، وبعاود بيطلع لي حامل لون الجسم تبعي. فهذا السبب اللي أنا بشوف اللون تبعه، وهنا أنا بحط البيس كلر اللي هو لون الجسم تبعي لما أستخدم الخامات. جزء منه راح يدخل أعمق ويتكسر جوا الجسم ويعمل لي حاجة اسمها اس راح نشوفها لقدام شوي، مش في اللقاء هذا. جزء من الاضاءه اللي خاشه او الفوتونات اللي داخله، لو افترضنا انه الجسم شفاف، راح تخترق الجسم الشفاف هذا وتنكسر الاضاءه وتطلع لي بشكل منكسر. هذا المبدا اللي راح يشتغل عليه الارمول تبعنا. الان راح اجي لو جبت انا عندي سفير هنا واجي اعطيها خامه في الارنولد، انا هي صفحه الارنولد تبعتي، والارنولد له خامات خاصه فيه. اعطي الارضيه اول شيء خامه، هاي باليمين الساين نيو ماتيريال، اروح على الارنولد، والخامه الستاندر اللي هي اي ستاندر سيرفيس راح اختارها هي واسيبها، مش راح اعدل على شيء، لكن الارضيه عشان تبين عندي اوضح الامور راح اروح على الكلر واختار التشيكر عندي هنا. هاي الشكل اللي عندي. الان راح امسك الكرة تبعتي اللي راح اشتغل عليها باليمين الساين نيو ماتيريال، وراح اختار الارنولد، اختار نفس الخامة اي اي ستاندر سيرفيس واحطه عندي، واحاول ارندر الشكل تبعي. اشوف هذا الرندر تبع الارنولد، لو فعلته راح يعطيني شاشة سوداء، قاعد برندر ولا يزال شغال لانه كاتب لي رندرينج، بس لما يخلص يرندر راح يعطيني شاشة سوداء اللي انا شايفها هذه. ليش بيعطيني شاشه سوداء؟ قال لك لانه ما عندكش اضاءه. يوهان خلص يراندر، اخذ 8 ثواني، ما عندكش اضاءه عشان يبين المجسم تبعك. عشان اضيف الاضاءه احنا راح ناخذ محاضره ثانيه بالتفصيل للاضاءه، بس الاضاءه اللي انا راح استخدمها هنا في صفحه ارنولد راح استخدم حاجه اسمها سكاي دوم، راح تعطيني زي اضاءه الطبيعه، اضاءه جايه من السماء. فانا لو فتحتها زي هيك، الان هذه الاضاءه جايه من السماء، لو انا جيت فعلت الرندر الان راح يبين الجسم عندي. ليش بين عندي؟ لأنه صار في عندي إضاءة، صار في عندي إضاءة في الشكل تبعي. الإضاءة هذه في الغالب بنسيبهاش زي هيك، بنحط عليها صورة عشان تعكس لي. فكرة الإضاءة دي يعني هي عبارة عن سفير. السفير هذه كل نقطة في السفير تبعتي بتطلع ضوء، فبيطلع عندي الجسم هذا متأثر بإضاءة من جميع الاتجاهات. الإضاءة هذه بينفع لها اعدادات، لو علمت عليها بتيجي الاعداد، بينفع احط عليها صوره كلر، وراح اروح على الصور اللي عندي، حمل صوره. في عندي في البروجرام فايل، في الاوتو ديسك، في الماي 2018، في البريسيت، في الاسيتس، في الاي بي ال، في مجموعه من الصور الماي حاطه لي اياهم، هذول عشان استخدمهم للسفير تبعتي. انا عاده بميل لاستخدام الصوره هذه، هاي اوكي اوبن. الان معنى ان انا حطيت الصوره تبعتي، عاود ارجع هي الكوره تبعتي كلها صار في عندها صوره. الصوره تبعتي هذه معناها انه كل لون من الالوان الصوره تبعتي ببث ضوء باللون تبعه، فعندي الاشي صار بيحاكي الواقع بطريقه افضل. الان نيجي للجسم تبعي ارندر اشوف فرق معي اشي، يعني اصلا اختلفت الزاويه تبعتي. راح اجي وابلش اتفاعل مع الكلام هذا تبعي. عشان ما اخلوش يرندر لي المشهد كله وياخد زمن عندي بزياده، راح امسك المربع هذا واقول له لو سمحت رندر لي بس المنطقه هذه اللي انا راح اشتغل عليها، والباقي سيبه زي ما هو. علمت على الكوره تبعتي، رحت على خاصيه على الخامات تبعتي اللي حطيتها لي اي اي ستاندرد سيرفيس، وراح اجي اشوف الخامات تبعتي هذه. اول خامه عندي او اول خاصيه عندي هي البيس، البيس كلر اللون تبع الجسم تبعي هذا. بقدر انا اختار اي لون بدي اياه، احمر اصفر اللي بدي اياه، خلينا نختار اللون الاحمر، هذا اوريدي قاعد برندر معي شغال. هاي اللون الاحمر تبعي.
الويت هذا هو درجة اللون الأحمر، يعني هل لون أحمر شديد زي ما أنا حاطه هنا، ولا ببلش يعتم فيه يعتم فيه لما في اللون في الأخير يصير لون الأحمر ما فيش شيء يعني أسود. فهذا درجة اللون الأحمر اللي أنا بستخدمه. أوبشن حاطينه زيادة، عادة بتحط الماي عندي 0.8 في من 10، مش كتير خاصية مهمة، الخاصية المهمة عندي لون الكلر تبعي. تيجي لخاصية الميتالنس اللي هي المعدن. لو انا اجيت للجسم تبعي، خلينا اختار لون ابيض، لون ابيض، وجلت قلت له خليه هذا يبين لمعدني، علم عليه واسحبه للاخر، راح يبين الجسم تبعي على انه جسم معدن. في الغالب كل المعادن راح اجي على الميتالنس واحولها لمعدن. المعدن راح يقول لنا واحد من وين جت الصوره اللي هذه؟ هذه الصوره ناتجه عن الاضاءه اللي جايه من من البيئه اللي انا حطيتها، من السفير هذا اللي انا حطيتها مطلع اضاءه، فالاضاءه جايه على المعدن خابطه في السطح تبعه وعكسالي اللون تبعه. طيب نرجع للخصائص تبعتي، اقيم خاصيه المعدن هذه واروح على السبيكيولار. السبيكيولار ايش يعني؟ يعني لمعه. هذا كله بتاثر باللمعه والانعكاس تبعت الاضاءه اللي خاشعه على الجسم تبعي. اول خاصيه الواحد من عشره هذه، خلينا اختار لون ثاني، اعود ارجع للون الاحمر، بحاول ادور على الوان اوضح. اللي اسف هذه سيبها زي ما هي. لون الخامه تبعتي خليها احمر عشان تبين فيها لمعه احسن، ويمكن لو حطيناها اسود تكون اوضح. طيب خليها مش اسود على الاخير يعني. طيب الان لو انا جيت على السبيكيولار اللمعه تبعتي هذه ومسكت الواحد هذا وطفيته، راح الاحظ انه اللمعه اللي هنا راحت، او الانعكاس تبع الصوره الاضاءه اللي جايه لي راحت. فهذا بيتحكم في كل الاعدادات الموجوده هنا، انه في لمعه اصلا ولا ما فيش لمعه. خليها ترجع واحد، انه الريدي الجسم تبعي بيعمل لمعه. الان الخاصيه اللي تحتيها هي لون اللمعه تبعتي. لو انا فتحته غيرت لون اللمعه لازرق، راح الاحظ انه المناطق الزرقاء هذه مناطق اللمعه تبعتي تغير لونها لازرق. في الغالب احنا بنسيبها ابيض. الرفنس، وهذا اللي ممكن تسبب اشكاليه، الرفنس هو اللي هو الخشونه تبعت الجسم تبعي، الخشونه تبعت الجسم تبعي. كل ما كان الجسم خشن بزياده كل ما كان لوش لمعه، تتلاشى اللمعه، تركيز اللمعه بروح. وكل ما كانت ناعم الجسم تبعي كل ما كان تركيز اللمعه عالي. فلو انا حطيته صفر هيك اعلى تركيز ممكن يكون للمعه تبعتي، يمكن مش واضح هذا كمان شوي تبين معناه، لكن كل ما خشن الجسم تبعي كل ما بلشت اللمعه عندي تتلاشى. شايفين اللمعه اللي هان؟ بلشت تتلاشى، ضعفت لانه الجسم صار خشن. لو انا زودت الخشونه بزياده خليها على الاخر، اللمعه تقريبا راحت تلاشت، لانه الضوء اللي ساقط على الجسم تبعي خبط في اجسام خشنه فصار يخبط ببعضه فما انعكسش منه شيء، فراحت عندي اللمعه تبعتي. اذا هذا الرفنس اكثر شيء بتحكم فيه هو موضوع اللمعه تبعت الجسم تبعي. ليه؟ لانه الجسم الخشن بيمتص الضوء وما بيطلعوش، الجسم الناعم بياخد الضوء وبيعود بيعكسه. الان خلينا نخليه شويه خشن، هاي شويه خشن، في لمعه هنا مبينه شويه لمعه هنا، لكن في خشونه. خلينا نركز اللمعه بزياده عشان يبين اوضح. هاي اللمعه تبعتي، اللمعه هذه اللي عندي بقدر اخل، وطبعا في عندي خشونه بنسبه 3 من 10 تقريبا. الخشونه هذه راح انقل على خاصيه الانستروبي هذه، الخشونه هذه بنفع انا اخليها كلها خشونه بس بشكل موحد، السطح تبعه خشن بس كله باتجاه معين مش بشكل عشوائي. لما يصير كله باتجاه موحد زي ما انا هيك، صارت كانه كله بيعكس الاضاءه بنفس الاتجاه، كل الاضاءه ساقطه عنده لانه السطح خشن المفروض يمتص جزء من الاضاءه، بس لانه كله موجه باتجاه معين الخشونه تبعته فراح يعكس الاضاءه بالشكل زي هذا. الان خاصيه الروتيشن هذه راح تعمل لي دوران للخشونه تبعت سطح الجسم تبعي، فراح اعمل دوران، راح الاحظ انه الاضاءه بتتغير على حسب اتجاه الخشونه تبعت الجسم تبعي. طيب خلصنا انا هذه، ارجع انه في شيء، ارجع الصفر زي ما كان هذه. طبعا انا اللي بيعنيني الخشونه، ارجع هذه زي ما كانت خشونه عشوائيه، وهذه تقريبا الرفنس كانت 0.1، ارجع القيم زي ما كانت. انزل على خاصيه الترانسميشن، خاصيه الشفافيه. ترانسميشن مش الشفافيه، انه الاضاءه بينفع تخش جوه الجسم تبعي وتطلع من الشقه الثانيه،
اللي احنا اصطلاحا بنسميها شفافيه، لكن هو انه الضوء بيخش جوه الجسم وبينكسر جوه الجسم وبيطلع منكسر. راح اروح اخصيت الترانسميشن وازيدها على الاخر زي هيك، راح الاحظ انه الضوء تبعي الجسم تبعي صار زي الإزاز، معطيني احساس انه هو إزاز. ليش معطيني احساس انه هو إزاز؟ قال لك الترانسميشن هذه تتفاعل جدا مع اندكس اوف ريفلاكشن، نسبه انكسار الضوء جوا الجسم تبعي. فلو كان الضوء مش منكسر بالمره فبخش زي ما بيطلع، يعني الجسم صار شفاف تماما، ما بتعطيكش احساس انه في عندك إزاز. ليه؟ لانه الجسم خش في الإزاز ما انكسرش تماما، ضله زي ما هو، الاضاءه خشت في الإزاز وطلعت من الشقتين نفس الحاجه. الان في لو احنا بحثنا في الخصائص الفيزيائيه للإزاز بيقول لك معدل انكسار الضوء هو 1.52 اللي احنا عملناه هذا. اذا انكسار الضوء عندي او الشفافيه اللي هي نستخدمها في انه الجسم شفاف نتحكم فيها من الويت، انكسار الضوء لما يخش الجسم الشفاف نتحكم منه من الاي او اي او ار هذه اندكس اوف ريفلكشن. الان الخاصيه اللي بعديها الكلر هو لون الضوء او لون الشعاع وهو طالع من الجسم تبعي، لون الشعاع هو طالع من الجسم تبعي بينفع اعطي له اي لون. ليش الجسم كله صار لونه ازرق او لون صار لونه خلينا نختار اخضر مثلا مع انه لون الجسم تبعي احمر، بس لانه صار كله شفاف حتى بالطبطه له قيمه بتحكمش فيه. ليه؟ لانه شفاف ملوش لون. اللون اللي انا ماخذه الجسم تبعي هذا نتيجه انه الضوء لما دخل الاضاءه الاحمر والازرق ما طلعوش من الجسم تبعي بينما طلع اللون الاخضر، فانا شايف الجسم تبعي اخضر. خلينا نرجعه زي ما كان ابيض، الجسم تبعي بيطلع من زي ما هو. الان واقيم الشفافيه، الان نيجي لاخر خاصيه عندي، اخر خاصيه راح اشرحها في اللقاء هذا اللي هو الايميشن. الايميشن اللي هو انه الجسم ذات نفسه مضيء بيطلع اضاءه. كل اللي راح اعمله انه راح امسك الجسم تبعي هذا الويت واقول له انت مضيء، صار الجسم مضيء، هذه الإضاءة تبعته ولون الإضاءة تبعتي اللون الطالع منه بقدر أتحكم في لون الإضاءة تبعتي. خلينا نخليها مثلا أزرق، هذا الجسم صار مضيء والجسم مضيء بالأزرق. لو أنا لاحظت عندي تحت هنا راح ألاحظ المنطقة هذه صارت مضيئة باللون الأزرق، المنطقة هذه لأنه الجسم تبعي ذات نفسه مضيء، وبقدر أعلي القيمة هذه، خليها خمسة، صار مضيء أشد، وراح الاحظ انه الجسم عندي مضيء. مش مبين كثير عندي ليش؟ لانه المشهد ذات نفسه مضوء، لكن لو المشهد معتم راح يبين جدا بوضوح الضوء اللي ناتج او الطالع من الجسم تبعي. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.